السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى لكم نهار مبروك يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه صراحه زوينه بزاف، وصفه كانت قديمه بزاف هذه الوصفه، خصيصا للنساء المتزوجات واللي كانوا حملوا وولدوا. انا جربتها خصيصا، زوينه بزاف صراحة وفعالة زوينة بزاف بزاف بزاف. وعاد يعني هاد الوصفة لتضييق المهبل وتحيد لنا هداك الشيء، الإفرازات اللي كتكون في المنطقة الحساسة، وهداك هداك تكون يكون ريحة كريهة. كاينين نساء كتكون فيهم الريحة كريهة، كيكون يعني هداك الشيء الميكروب، بحال الميكروب المهبل تيفرز واحد السوائل ماشي عادية. والمكونات اللي عندي هنا، عندي قشور ديال الليمون، اسمحوا لي ديال الليمون، قشور ديال الرمان، صراحه زوين بزاف. هذا اللي كيجمع لينا المهبل كيردو يعني مع الولاده، ويعني التمارة ديال الولاده يعني تيردو. هذا بحال تيجمع لينا اللحم ديالنا. وعندي هنا الخزامه، خزامة الفوائد ديالها متعددة بزاف، يعني اللي كتحيد لينا الميكروب وكتخلي واحد الريحة زوينة بزاف، يعني تتنقي لينا البلاصة وتتقتل لينا الميكروب، يعني فيها الفوائد كثيرة. وعندي هنا الماء، غندير الماء يغلي يعني وحده هكذا، وحده الكاسرونه او شي حاجه هكذا. غندير الماء الاول يغلي، وغنصب عليه سميتو المكونات ديالنا. بالنسبه لبنات القشور ديال الرمان، انا كان عندي ودرتو، يعني درتو هكذا في الشمس ويبس. يمكن الا عندك قشور رمان طري يمكن ديري حتى هو. انا غير يعني ما الرمان ما توفرش دائما، ملي كيكون رمان كنقشر ليه، يعني كتاخدي القشور ديالو وكتيبسي هكذا في الشمس او في الداخل في القيله صافي، وتخليه يعني تحيدي ليه هذاك الشيء ديال اللي كيكون القشور ديال البيضاء اللي كتكون، تخلي غير القشور ديال برا وصافي، اللي غتخليه صافي بلا ما تغسليه بلا شي حاجه، يعني غير غديريه تيبسيه وصافي وتخبيه. انا عندي واحد هكذا البلاستيكه ودرتو فيه صافي وخليته. وبالنسبه للخزامه، الخزامه راه موجوده، يعني غتشريها من اي عطار. انا كنت جبتها معايا من المغرب، هذه شي عامين وهي عندي، كنت جبت بزاف، ولكن الصراحه بقات عاد في الريحه ديالها، وبقات يعني خبيتها في واحد البواطه وبلعت عليها، وبقات يعني بحال اللي جبتها عادي البارح. شوفوا الماء ديالنا راه طايب، دابا غنزيد عليه القشور ديال الرمان والخزامه صافي، ونخليهم حتى يغلاو ما غاديش يمشي ليه الماء ديالو، يتغلى شويه وصافي ونطفيو عليه. صافي البنات، من بعد ما غلى لينا الماء وخليناه حتى يعني واحد هكذاك 5 دقائق حتى تطلق فيه، حتى طفينا عليه النار وخلينا واحد 5 دقائق حتى تطلق فيه هذاك الشيء المكونات اللي عندنا. وصفيتو، شوف راني صفيتو، بقى هذاك الشيء الزيت دابا غنرميه. صفيت غير الماء اللي كيكون، شوفوا على هذا اللون. دابا عندي القرعه اللي والقنينه اللي غندير فيه، عندي جوج، عندي هذه ديال البخاخ وعندي هذه غنعمرها وغنديرها في الثلاجه، وهذه ديال البخاخ كان فيها عندي ماء الورد وخوات، ودابا كندير فيها هذا الماء، كنديرها في الدوش. وقاش ما توديتي غترشي عندك هذيك البلاصه ديالك، ترشي ترشي ودير واحد القطن، ولا ترشي في القطن
طرشي في القطن هكذا، هذاك القطن اللي كنمسحوا به العينين ديالنا ديال المكياج صافي، وديري فيه وديري في المنطقه ديالك، المنطقه ديال المهبل وصافي وتخليه، يعني ما فيهش اي ضرر، ما فيه حتى اي ضرر، وزوين وتيخلي واحد الريحه زوينه مع داك الخزامه، وتعطر لك هذيك البلاصه وكتخلي لك يعني كيخلي واحد الريحه زوينه وكيتشد لك هذيك البلاصه. وانا دائما كنستعملو كل ما مشيت للدوش كنتوضى كنرش، كنديرو في واحد القطن وكنرشو، نرش به القطن ديال اللي عندي وكنديرو في هذيك المنطقه. صافي دابا غنعمر القنينات اللي عندي وغنرجع عندكم. صافي البنات شوفوا دابا عمرت هادي، غنديرها في الثلاجة، غنخليها يعني احسن تكون في الثلاجة، دابا السخونية غتخسر لينا. وهادي غنديرها في الحمام يعني في الدوش فوقاش ما، يعني كتكون قدام عيني فوقاش ما دخلت غندير. ونوريكم انا كندير هاد القطن، كتاخدي البخاخ احسن يكون بخاخ، كترشي مزيان على القطن هكذا، كتبلي مزيان بحال هكذا صافي، وديريه في السليب ديالك او ديريه في تماك في المنطقه يعني غير على برا، وداك الشيء يعني هذيك الماء تيمشي ديريكت تما. والصراحه زوينه، فعاله زوينه بزاف، انا جربتها وجابت النتيجه زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ونخليكم ان شاء الله حتى فيديو مره اخر ان شاء الله. نتمنى ديروا لايك وديروا اشتراك وديروا تفعيل الجرس باش اي فيديو درت يدخل عندكم. يلا بسلامه عليكم البنات، حتى مره اخرى ان شاء الله.